أهلا وسهلا مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ مع أهم العناوين. في المدى ثلاث فئات تعبر الحدود السورية يوميا، وحزب العمال يتحالف مع داعش. العربي الجديد، واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في العراق، وترامب يحذر إيران. الزمان، استياء رسمي وشعبي في العراق من قرار ترامب العفو عن الأمريكيين القتلة. وفي الشرق الأوسط، كساد الأسواق بعد خفض قيمة الدينار يعمق معاناة العراقيين. مسؤول كبير بحث خيارات لحماية الأمريكيين بالعراق من هجمات إيران. عقبات جديدة تؤجل تشكيل الحكومة اللبنانية. واشنطن بوست، مع انحسار أزمة السفر في المملكة المتحدة يواجه المسؤولون طفرة فيروسية جديدة. أزمة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي موضوع تناوله الكاتب فراس الغبان في مقال جاء فيه. السوق يقول بأن قيمة الدولار ترتفع أمام الدينار بشكل ملحوظ، وأن البنك يهدد التجار بإجراءات سيدفع كبار المضاربين إلى التعامل بتهريب العملة تخلصا من تلك التهديدات. يعاني الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 وحتى الآن من انهيارات مفجعة بغياب استراتيجيات وطنية في التنمية الشاملة وفي مقدمتها الاقتصادية. إن هذا التدهور حتماً له أسباب كثيرة، أولها البنية الاقتصادية المتآكلة بسبب الحروب والحصار وعدم وجود خطط حقيقية للتنمية في النظام الجديد، ولهذا تدهور القطاع العام وأغلقت المصانع والمعامل الحكومية وتحولت إلى إدارات تقبض رواتب بدون إنتاج سواء في القطاع التجاري أو الزراعي، وتحول العراق إلى سوق لتصريف البضائع الرديئة، وتحول المواطن إلى مستهلك وغير منتج، والدولة إلى مستورد، وصرنا نستورد الرقي والبطيخ والخيار والطماطم والمكانس وحاويات الأزبال والمنظفات والجيمر والحليب ومشتقاته، وأصبحنا نستورد حتى التمور. لقد وجدنا أنفسنا تحت الاحتلال الاقتصادي من الدول المجاورة والبعيدة من مافيات التجار والمضاربين، فقد انعكست الأزمة الإيرانية والسورية واللبنانية واليمنية على الاقتصاد العراقي، وبدأت العملة العراقية تنهار بسبب تسريب العملة الصعبة إلى دول عديدة عبر البنوك أو الحدود المفتوحة وبحقائب كبار المسؤولين التي لا تخضع للتفتيش. ومع تصاعد الأزمة السياسية المحلية والإقليمية، فإن الخبراء يتوقعون مزيداً من الذبذبة في صرف الدينار، وهذا معناه ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية، وينتج عن ذلك انخفاض القدرة الشرائية لعامة المواطنين. ويضيف الغضبان، الغريب والعجيب في الأمر هو صمت البرلمان ولجنته الاقتصادية والحكومة إزاء هذه التطورات والاحتمالات، وكأنهم جميعا غرباء لا يعنيهم هذا الأمر ولا يتحسبون للقادم من الأيام والأزمات. فشل العملية السياسية في العراق وما جرته على البلاد من خراب ودمار تناوله الكاتب رعد عطياف في مقال جاء فيه. في العراق حصرا لا تعثر على فصيل سياسي واحد يتبنى فشل السياسات الحكومية، ويطل علينا بين الحين والآخر أحد أبطال الشاشة ليستبيح لنفسه سلسلة طويلة عريضة من الهذيانات التي لا حصر لها، فيخيل إليك أن العملية السياسية عبارة عن صالة قمار كبيرة، ليس على المقامرين سوى أن يتقنوا أصول اللعب أمام مرأى ومسمع الرأي العام. ما الذي يحدث في العراق؟ ولماذا تعاملنا السلطة بكل هذه القسوة المفرطة؟ لماذا فشلت النخب السياسية العراقية في بناء مؤسسات عصرية ونظام ديمقراطي يضمن كرامة المواطن العراقي؟ هل ثمة ثأر وتصفية حساب قديم ينبغي على العراقيين أن يدفعوه؟
ما طبيعة هذا الثأر وما هو الثمن المناسب لتصفير هذا الثأر المستمر؟ لماذا تفشل النخب السياسية العراقية كل مرة في بناء دولة المواطنة؟ لماذا يبدو تاريخ العراق السياسي تاريخ الخوف والحديد والنار؟ ثمة إرادة قوية وصلبة تريد أن تبقي الوضع كما هو عليها، لأنه وببساطة شديدة ثمة علاقة تبادلية بين السلطة الحالية وبين الخراب الحاصل، كلاهما يعتمد على الآخر، وإذا اختفى هذا يختفي ذاك والعكس صحيح. فهذا جوهر المشكلة، ذلك أن الحلول متوفرة وبكثرة، غير أن يد الخراب والسلطة تمنع الاقتراب من قدس أقداسها، إذ كيف يفرطون بشرط وجودهم؟ جرب أن تطرح الأسئلة الجادة والتي يحركها الهم الأقصى لبناء عراق ديمقراطي مواطني مزدهر، وستكون هذه الأسئلة بمثابة خلخلة لأركان السلطة وإنذار شديد اللهجة لتهديد وجودها. ولذلك أصبح التكلم بالفساد الإداري مثلاً في المؤسسات الإعلامية يندرج ضمن العادي والمألوف، لأنه يشكل ديمومة وضخاً للحياة في هذه الوجوه السياسية، بل أضحى الفساد هوية راسخة وأصيلة في ذهنية السياسي العراقي. ويضيف الكاتب: لا أفهم كيف يصرح أمام شاشة التلفزيون سياسي معروف قبل مدة من الزمن تصريحاً نارياً ويقول بالفم المليان بأن معظم السياسيين يستلمون المال غير الشرعي، ويعززها بعبارة كلنا سرقنا. الانتخابات في العراق بين المقاطعة والمشاركة موضوع تناوله الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقال جاء فيه: في كل الأحوال شارك المواطن في لعبة الانتخابات أو قاطعها فهو في الحالتين سيخرج في اليوم التالي باحثا عن رغيف خبز أو حبة دواء. يؤثر عن السياسي الألماني الداهية أوتو فون باسمارك قوله إن الكذب عند السياسي يكون عادة في موسم الانتخابات وفي أوقات الحروب، ويبدو أن الساسة الذين يحكمون العراق اليوم أتقنوا مقولة باسمارك عمليا، إذ بدأوا مبكرين موسم الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل 2021، شحذوا أقلامهم وأخرجوا ألسنتهم في سياق إعلان مواقف في قضايا تهم الوطن والمواطن، وهم يدركون جيداً أن مواقفهم تلك كاذبة ومفتعلة، لكنها أصبحت لازمة لهم بعدما أوجسوا خيفة من أن يستطيع ثوار تشرين قلب الطاولة وإلقاءهم في حاويات القمامة، كما فعل الأوكرانيون عندما أقدموا على رمي نواب ووزراء متورطين في قضايا فساد وإفساد في حاويات القمامة في إطار حملة التطهير بالقمامة التي أطلقها حزب القطاع اليميني الأوكراني في حينه الإذلال لمن أذل الشعب، كما قال زعيم الحزب يوري مينديوك. ولأنهم مأزومون إلى حد الاختناق أنشأوا جيوشاً إلكترونية وأقاموا محطات فضائية خاصة بهم ممولة من مال الشعب لتبييض صفحاتهم السوداء وترويج طروحاتهم السقيمة، فهذا هو موسم اللعب على الذاكرة والضحك على ذقون المواطنين المهمومين بضرورات حياتهم اليومية التي أصبحت تشكل ترفاً لا يستطيعون تحمله. ترى هل يتذكر هؤلاء الساسة أنهم قتلوا في عام واحد 700 شاب ناشط؟ ويضيف الكاتب: سوف يكتشف المواطن ولو بعد حين أن كل الكتل والتحالفات السياسية ملتزمة عملياً بشعار ما ننطيها سيء الصيت الذي أطلقه زعيم كتلة دولة القانون نور المالكي وتمسك به أضرابه في العملية السياسية الطائفية. التغول الإيراني في وسائل الإعلام العراقية موضوع تناوله الكاتب علي الكاش في مقال جاء فيه: تسيطر الميليشيات العراقية على المنافذ الحدودية وتهريب النفط الخام ومزاد العملة في البنك المركزي العراقي الذي يخضع لإيران، ويدخل المال في حساب الحرس الثوري الإيراني الذي يرسل جزءا منه إلى اتحاد الإذاعات الإسلامية، فيقوم الاتحاد بتوزيع جزء منه على القنوات العراقية التابعة له. فلنتابع.
الإعلام له أهمية كبيرة في حياة الشعوب باعتباره البوصلة التي تحدد اتجاهات الرأي العام وتؤثر فيها بشكل مباشر، وقد يكون له دور إيجابي باعتباره السلطة الرابعة التي تراقب أداء الحكومة والبرلمان وتشير إلى مواطن الخلل فيه، وربما تساعد في تصويب الأخطاء. وقد يكون للإعلام دور سلبي عندما يطبل للحكومة. والإعلام بشكل عام إما محلي وطني أو عالمي، وهناك تداخل بين النوعين من حيث نوع النشاط الذي يمارس ومساحته. ولكن في العراق يوجد إعلام ثالث، وهو الإعلام الممول من الخارج ويخدم أجندة أجنبية تعمل ضد مصالح الشعب العراقي، إعلام يخالف الدستور وتحميه السلطات الثلاث. وهذه مفارقة لا توجد إلا في العراق والدول الخاضعة لولاية الفقيه، فهناك العديد من القنوات التابعة للنظام الإيراني تمارس نشاطها الإعلامي في العراق تحت خيمة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران. وهذه القنوات يشرف عليها علي كريمان من المخابرات الإيرانية ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد مطر البكاء، وهو عميل إيراني، وسبق أن التقوا بعادل عبد المهدي الذي أشاد بدور الاتحاد. إن مهمات هذه القنوات إشاعة الأفكار الشعوبية والطعن بالعرب وتأجيج الطائفية والعنصرية والإساءة إلى الدول العربية وتشويه التاريخ الإسلامي وتمجيد النظام الإيراني وولاية الفقيه وتلميع صورته وتشويه التظاهرات الوطنية. ويضيف الكاتب: أما موضوع السيادة فمن المضحك جدا أن تتحدث عن أربعة أشياء في العراق: السيادة الوطنية وهيبة الدولة وحيادية القضاء ونزاهة الجيش والقوات الأمنية. لقاحات فيروس كورونا وانشغال العالم بها وما يمكن أن تؤول إليه، موضوع تناولته الكاتبة الأمريكية فايلام في مقالة جاء فيها: يشعر الناس الآن بالتململ لدرجة أننا نشعر بالامتنان، لأن بصيصا من الأمل ولا نرغب في التساؤل عن شيء من شأنه أن ينهي الوباء، رغم أن شركات الأدوية ستحصل على صفقة كبيرة من هذه اللقاحات. إذا كان هناك موضوع مشترك في أخطاء استجابة الولايات المتحدة لجائحة فيروس كورونا المستجد فهو القدر المذهل من الهدر، فقد أضاع قادتنا الوقت فضلاً عن ثقة الجمهور والموارد الاقتصادية والعاطفية للناس، كما أهدروا فرصة القيام بعمل علمي جيد مثل اختبار الأدوية واللقاحات بطريقة تخدم المصلحة العامة وليس خدمة مصلحة شركات الأدوية. وصحيح أنه ليس هناك شك في أن لقاحات وعلاجات كوفيد-19 ستنقذ كثيراً من الأرواح، لكننا لا نجري أنواع الدراسات العلمية اللازمة لتحديد أفضل اللقاحات والعلاجات لتحقيق أقصى قدر من إنقاذ الأرواح وتقليل الأسابيع التي نتحمل فيها هذه القيود الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة. ولكن لم يفوت الأوان لتغيير هذا المسار، لم يفوت الأوان بعد. على سبيل المثال، لاختبار ما أثاره البعض بأن العودة إلى الوضع الطبيعي يمكن أن تتقدم بأشهر إذا جرى إعطاء جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر، ورغم أن التجارب السريرية قد حددت معدلات السلامة والفاعلية بعد تناول جرعتين، فإن الإمدادات قد باتت تنفد، وهناك أدلة على أن الجرعة الواحدة توفر بعض الحماية. فالطريقة التي تعمل بها التجارب السريرية هي أن تصمم الشركات تجاربها ضمن بعض القيود، لكن ليس دائماً. إن اللغز الذي يلوح في الأفق هو إلى متى تستمر المناعة التي يوجدها اللقاح. وتضيف الكاتبة: صحيح أن هذه الشركات تستحق بعض الثناء، لكن ليس بقدر ما يحتاج الجمهور لأفضل حملة صحية عامة ممكنة. وصحيح أن هذا لم يكن يحدث في 2020، ولكن لم يفت الأوان بعد للقيام بعمل أفضل. على أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يتحدث الكاتب منير شفيق في مقال جاء فيها: إن من يتعامل في أولويتين متباعدتين في آن واحد مصيره الفشل، لأن في ذلك مخالفة في صحة إدارة الصراع، خصوصا إذا لم يكن في حالة صعود
ونهوض، فمعركة دونالد ترامب الداخلية ضد جو بايدن خاسرة إلى حد بعيد لم يكن شبه مؤكد على ذلك. ما جرى ويجري في الولايات المتحدة بعد أن حسمت نتائج الانتخابات الرئاسية لمصلحة جو بايدن، ثم عدم التسليم بذلك حتى الآن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل واستمراره في العمل على إبطالها أو تعطيلها، يشكل ظاهرة لا سابق لها في تاريخ الولايات المتحدة. بهذا الشكل وعلى هذه الصورة وضمن الوقائع المعطاة، طبعاً حدثت حالات تم اللجوء فيها إلى القضاء لحسم نتيجة انتخابية معينة، ولكن ما يحدث اليوم يأخذ شكل التمرد وشبه العصيان ولو من الناحية الشكلية، ضمن ما يتيحه الدستور من صلاحيات للرئيس ما دام في البيت الأبيض بعد انتخابات جرت في غير مصلحته. دونالد ترامب حتى الآن في حالة تمرد وخروج على الأعراف والتقاليد، وراح يسيء استخدام الصلاحيات الدستورية المعطاة للرئيس في غير هذه الحالة القائمة الآن، وقد وصل به الأمر أن هدد بإعلان حالة الطوارئ في 5 ولايات وإعادة الانتخابات فيها، وهو أمر لا يتورع عن المضي به ما لم يلقى رفضاً من تلك الولايات أو من الجيش أو من أولي الأمر في الحزبين. دونالد ترامب في حالة تحد لرأي عام انتخب جو بايدن ولناخبيه وقيادات الحزب الجمهوري وكوادره الذين وقفوا معه، ولكن لا يؤيدون ذهابه إلى رفض نتائج أصبحت مقررة، ومع ذلك هو ذاهب في المعركة ربما حتى اليوم الأخير الذي يخرج فيه من البيت الأبيض وتنتهي فيه رئاسته رسمياً. يضيف الكاتب أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون أسابيع توتر شديد وخطر في الداخل الأمريكي كما في الخارج، ولكن أو ستكون أسابيع توتر شديد وخطر في الداخل الأمريكي كما في الخارج، ولكن بعدها لكل حادث حديث في قراءة الوضع الدولي عموما والإقليمي خصوصا. تستعد منظمة الصحة العالمية لبدء رحلة البحث عن أصل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 انطلاقا من الصين، مع مطلع العام الجديد في سياق متصل توجه فريق من هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى مقاطعة يونان الصينية، حيث يجري هناك مشروع عمره عقد من الزمن لدراسة الفيروسات التي تحملها الخفافيش. وبحسب الهيئة، أقرت الصين بأنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر في ووهان، وقالت العالمة شي بأن معملها مستعد لأي نوع من التفتيش. من جهة أخرى، بدأت سلالة متحورة من فيروس كورونا بالانتشار في عدد من الدول، أولها بريطانيا، ما دفع عددا من البلدان إلى إغلاق حدودها أو وقف حركة الطيران مع بريطانيا مؤقتا منعا لوصول السلالة الجديدة من المرض. وطمأن علماء بأن السلالة الجديدة من الفيروس لن تكون مقاومة للقاح الذي تم التوصل إليه، ويستعد مواطنون كثر في عدد من الدول لتلقيه، لكن تقارير أخرى خوفت من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى وأنها ربما تؤثر على الأطفال. والآن إلى الكاريكاتور.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.